واحد من الشباب ذهب إلى البلاد الأجنبية. مو المهم واحد يذكر الله وهو في بلده، مو مهم واحد يذكر الله وهو بين أهله ومعارفه. إذا راح إلى بلاد الأجانب هنا يمتحن. راح إلى البلاد الأجنبية، كان عنده امتحان، جلس في انتظار الامتحان، ولكن طال الانتظار، وإذا به فجأة يوجه لم يبق إلا وقت قليل لصلاة الظهر والعصر. بعض الناس يقولون طائرة كانت ما صلينا، غلط هذا، الصلاة لا تترك بحال أبدا في كل حالة. الشباب الذين تفوتهم صلاة الصبح يجب أن يتقوا الله تعالى في ذلك. لم تبق إلا دقائق، الامتحان من جانب ونداء الله من جانب. ما الذي يفعل؟ قام من مكانه، سأله وين؟ أنا عندي وظيفة دينية لا بد أن أؤدي تلك الوظيفة. الامتحان يفوتك، هذه الامتحانات النهائية، وبعد ماكو امتحان ثاني، تخسر سنة كاملة. أخسر أخسر. أمر الله فوق كل شيء. راح وتوضأ وصلى الظهر والعصر. الهيئة اللجنة الممتحنة اطلعوا على هذه القضية، قالوا إن هذا الرجل الذي يتقي الله، الرجل المقيد بوظيفته الدينية، حري بالتقدير والإكبار. صنعوا بعد انتهاء الوقت المقرر جلسة ثانية وامتحنوا هذا الطالب في تلك الجلسة الاستثنائية، وكلهم ينظرون إليه بعين الإكبار والتقدير. عند طاعة الله يجب أن يتذكر المؤمن ربه، وعند معصية الله يجب أن يتذكر ربه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.